جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هذا المستمع ويقول: ما السبيل للنجاة من عذاب القبر؟ السبيل بطاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح وترك أسباب عذاب القبر، لأن أسباب عذاب القبر والعياذ بالله المعاصي والكبائر من الذنوب، الغيبة من أسباب عذاب القبر، النميمة من أسباب عذاب القبر، عدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر، النياحة على الميت كما جاء في الحديث من أسباب عذاب القبر، خصوصا إذا كان هو في حياته يقر هذا أو أوصى به إذا مات أن يناحى عليه. أسباب عذاب القبر كثيرة، عليه أن يتجنب المعاصي وأن يعمل بالطاعات ليسلم من عذاب القبر.